اشملوا الموضوع بشكل جميل جدا. نرجع لكم مرة ثانية مستمعي اليو اف ام ومشاهدي قناة بداية مع موضوع السلف الظاهرة اللي الناس في ناس تاخذ منها جهة مي كويسة. والآن معنا اتصال مع المستشار الاقتصادي إبراهيم العقيلي حول موضوع السلف. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا. شرفتنا ونورتنا وإضافة لنا ونستفيد منك، وإحنا المتشرفين بحضورك معنا ومشاركتك. الله يسلم الجميع وشكرا للقناة. أستاذ إبراهيم، نبغى مفهومك الخاص للسلف بين الأصدقاء وبين الأسرة الواحدة. السلف وما أدراك ما السلف؟ كان في الزمن الماضي هو وسيلة قضاء الحاجات والحصول على المال بين الإخوة والأصدقاء والأقارب. هذا كان فيما سبق قبل أن توجد في زمننا هذا وسائل البنوك والمصارف وشركات التمويل الكثيرة التي قد نقول أنها حلت محل الأصدقاء والأقارب في توفير المال إلى حد بعيد. يعني ما عاد الأصدقاء هم الوجهة الأولى والأهل. نعم. طيب أستاذ إبراهيم، طيب إحنا هذه كانت كلام جميل. متى يكون يعني السلف يكون له أثر سلبي بين العائلة وبين الأصدقاء؟ إذا انقلب إلى تلف. أوه. إذا صار السلف تلف، تحول إلى مسألة سلبية وإلى قطيعة وإلى تنافر بين الأقارب والإخوة والأصدقاء، وشحنت النفوس بأمور ما كان يجب أن تحدث لو التزم الطرفان أو أحدهما بالوفاء وبتقدير الموقف الذي وقف معه فيه. لكن في الزمن الحاضر اكتسبت لفظة السلف للأسف معاني سلبية. صحيح. وصارت الناس طال عمرك تخاف من السلف وتخاف من الاستلاف، فصار الذي يسلف يخاف أكثر من المستلف. الله. لأنه يعرف أن المستلف قد لا يكون يعني جادا في مسألة الوفاء، أو قد يماطل ويؤخر وفاء السلف إلى أن يمل المسلف ويكل، وأحيانا يصرف نظر عن هالمسألة ويغلق هذا الباب. أستاذي، بصفتك مستشار اقتصادي، احنا والشباب نبي توجيهك لي وللشباب كيف ما نحتاج السلف. وش الخطة او الشيء الجميل توجهه لنا ان ما تحتاج السلف اذا سويت كذا وكذا وكذا؟ جميل جميل، سؤال جميل جدا. لكي لا تضطر للسلف او الاستدانة او الاستلاف، سواء من أخ أو قريب أو صديق، علينا أن نتعلم مفهوم الادخار. الله. مهما كان دخلك ومهما كانت مداخلك، عليك أن تتعلم الادخار مما يدخل عليك من راتب أو مكافأة إلى وقت الحاجة لها. هذا يكفيك عناء الاستلاف ويكفيك عناء الاضطرار إلى أن تجد نفسك مضطرا إلى الاستلاف أو الاستدانة من الصديق أو القريب. ما الادخار مفهوم اقتصادي جميل إذا اعتدنا عليه من الصغر وتمسكنا به وحافظنا عليه في حياتنا. فالادخار ثم الادخار ثم الادخار هو ما يجنبك الاضطرار إلى الاستلاف. عندي الشباب يبغون يشاركونك بعض الأسئلة أستاذ إبراهيم لو تسمح لنا. معي الأستاذ والطالب عبد المجيد خالدي عنده سؤال لك أستاذ إبراهيم. السلام عليكم. أنا أستاذ سليمان عندي سؤال واحد. سلام. هل تأيد التسليف؟
نعم أسمعك حبيبي. هل تؤيد التسليف؟ هل تؤيد أنك تسلف يا أستاذ إبراهيم؟ لا أفضل. لا أنا لا 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 أؤيد الاستلاف ولا التسليف إلا في الحدود الضيقة جدا جدا ومع شخص تثق به إلى حد بعيد. أستاذ سليمان عنده سؤال لك أستاذ إبراهيم. أول شيء نرحب فيك أستاذ إبراهيم في البرنامج وشرفتنا. حياك الله. أول حاجة إذا جاك شخص محتاج مرة ضروري سلف بسيط 100,000 بسيط يقول أي بسيط خلاص وما رجع لك إياه، إيش بتكون ردة فعلك والتصرف اللي بتسويه؟ يا سلام. بالتأكيد حتكون ردة فعل سلبية، وبداية يفترض أن يكون أن تكتب بينك وبينه سند لأمر يحفظ حقك وتقدمه للجهات المعنية إذا نكث بالعهد ولم يوفي. لابد من كتابة ورقة أو سند بين الطرفين مهما كانوا، حتى أخوك حتى أختك، هذا حتى يحقق الهدي النبوي الذي يطالبنا بالكتابة لكي نحفظ الحقوق عن حياة أو موت عن عدم وفاء، فهذه تحفظ الحقوق. يفترض أن يكتب ورقة بالتاريخ واليوم والمبلغ ومتى الوفاء ونضع الشهود على ذلك. أستاذ محمد القحطاني عندنا لك سؤال، عنده سؤال لك يا أستاذ إبراهيم المعدن. السلام عليكم أستاذ إبراهيم. سلام ورحمة الله. الحين كيف يمدينا أن ندخل؟ كيف؟ يقول كيف أدخر؟ كيف أبدأ أول خطوات الادخار؟ جميل جدا جميل جدا. ممكن تطلب أن يكون عندك حصالة إذا كنت في المرحلة الأولية جدا وفي الحضانة أو في الروضة، يكون عندك حصالة لا تفتح أبدا، تضع فيها كل ما زاد عندك من أموال أو فلوس معدنية كانت أو ورقية، هذا في البدايات الأولى. ثم تطلب من والدك أن يفتح لك حساب في أي بنك من البنوك السعودية يسمى حساب ادخار، وكل ما زاد عندك من أموال مهما كانت 5 ريال 10 ريال 50 100 تضعها في هذا الحساب. يا ابني بعد سنوات إذا تخرجت من الثانوي وشيكت على الحساب حتجد أنه تجمع لديك ممكن مبلغ قد يكون الدفعة أولى في سيارة أو نصف قيمة السيارة إذا اجتهدت في مسألة الادخار. جميل أستاذ إبراهيم. عند الأستاذ صهيب السؤال، عنده سؤال لك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام يا صهيب. هل قد سلفت من أحد؟ يقول هل اضطريت للسلف يوما ما؟ لا الحمد لله الحمد لله لم أضطر لا للاستلاف ولا للدين. بسبب أنه أنا كنت أحافظ على الادخار، هذه ميزة جميلة جنبتني أن أضطر إلى الاستلاف من أحد. حتى عن طريق البنوك يا أستاذ إبراهيم؟ لا عن طريق البنوك هذه ممكن. أخذنا قروض، تعرف العمل مع البنوك عمل صحيح. منظم وعمل يعني إلى حد بعيد في رسمي وما تضيع الحقوق بينك وبين البنوك. لا عن طريق البنوك حصلنا على قروض بينك وبين البنك يسمى قرض وليس استلاف صحيح. فحصلنا على قروض وأوفيناها وتخلصنا منها ولله الحمد، عندما اشتريت البيت عندما اشتريت سيارة ما شاء الله. لكن الحمد لله وفقنا في مسألة الادخار، ساعدتنا في وفاء القروض. نصيحة ختامية أستاذ إبراهيم لي وللشباب بعد هذه العقول اللي سألتك، والظاهر أنك يعني استشفيت مدى عقول الشباب في أسئلتهم. أحييكم أبنائي الأعزاء حافظوا على مسألة الادخار، ابدأوا من الآن إن لم تكونوا بدأتم، ابدأوا الادخار
ولا تضطر للاستلاف أبدا أبدا. لا تضع نفسك أمام الاستلاف بقدر ما تستطيع. حاجات تستطيع الاستغناء عنها لا تستلف لكي تشتريها. ليس من العقل أن تستلف لتشتري حاجة كمالية أبدا. ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الحنكة. حاول بقدر ما تستطيع ألا تكون مديرا لأحد، لا بقرض ولا باستلاف أو بسلفة. هذه نصيحة ذهبية لكل الأعمار في مرحلة الطفولة والشباب وحتى الكهولة. شكرا أستاذ إبراهيم على هذا الكلام والطرح الجميل. أخذنا من وقتك شوي، وإن شاء الله أن كنا ضيوف خفيفين عليك مثل ما أنت ضيف خفيف علينا. الله يسلمكم، شكرا لقناتكم، شكرا للشباب معكم.